روح الثورة تتجسد بعدة طرق، ومنها مشروع سيماتك الذي زارته زميلتي منى ديلي في القاهرة. النشاط الثقافي أصبح وجهاً من وجوه التغيير السياسي في مصر. التقيت بمجموعتين في القاهرة حدثوني عن عملهم. أولهم تامر السعيد، وهو مخرج ومنتج أفلام وأحد مؤسسي سيماتك. القاعة دي هي قاعة هتبقى قاعة صغيرة لعرض الأفلام وللتدريب وحتى أنه يتعمل فيها ورشات عمل أو مؤتمرات صغيرة أو إلى آخره. إحنا بنحاول نجهزها بحيث أن هي تكون المواصفات بتاعتها يعني بتحترم الناس، بمعنى أن يكون في عزل صوتي كويس، يكون توزيع الصوت مظبوط، تكون الكراسي مريحة، يكون البروجيكتور اللي موجود جودته عالية، فالناس ما تشعرش ان هي بتتفرج على الافلام المستقلة وكأن الفيلم كده بيعتذر لها، يعني بيقول لها معلش احنا ما عندناش فلوس فالصوت سيء او الصورة سيئة او الى اخره. في رأيي ان احنا لازم ندي فرصة حياة للافلام دي، ونديها فرصة حياة بان احنا نوفر لها آليات عرض وآليات توزيع يعني تساعدها على ان هي تبقى تنافسية. الغرض الاساسي من سيماتك هو انه ممارسة فن السينما يكون متاح انتاجا واستهلاكا لكل الناس. بالتالي احنا عندنا اول حاجة احنا بنشتغل مع اكتر من مستوى. بنشتغل على مستوى ان احنا بنحاول نقنع المجتمع المحلي بضرورة ان هو يكون في نوع من الدعم لنوع المبادرات اللي زي دي، لان دوت بيديها حياة، ولان هي كمان بتساعد على التعددية اللي هي حاجة مطلوبة جدا في الوقت الحالي. كمان بنشتغل على جهات الدعم العربية والإقليمية اللي هي عندها برامج تخص دعم الثقافة والفنون، وبنقدم فيها وبنحاول ان احنا نوفر دوت. وكمان بنشتغل مع جهات الدعم العالمية الدولية لنفس الأسباب. بس كمان جزء من اللي احنا بنحاول نعمله هو ان احنا نحقق نوع من نحقق هامش دخل عن طريق المكان كله، يساعد على ان المكان يفضل موجود من غير ما يخلي الخدمات اللي بيقدمها المكان نتيجة أسعارها قاصرة على طبقة اجتماعية معينة أو طبقة اقتصادية معينة. المكان لازم يكون متاح للجميع بنفس الحقوق ومن غير أي يعني من غير أي أفضلية جاية من الطبقة الاقتصادية أو الاجتماعية. يعني في نوع من الفرستريشن كده أو الإحساس بأنه في رغبة إن احنا نعمل حاجة بديلة وحاجة مختلفة ومش عارفين نعملها. فأنا ابتديت من فكرة إني كنت عايز أعمل فيلم. لما ابتديت أعمل فيلم لقيت في ناس كمان حابة تعمل الفيلم ده معايا، اشتغلنا كلنا مع بعض، وإحنا بنشتغل مع بعض لقينا إن إحنا مش قادرين نعمل الفيلم جوه النظام الإنتاجي الموجود اللي هو نظام السائد، وكان من الضروري إن إحنا نخلق نظام بديل عشان نقدر ننتج الفيلم بتاعنا جواه. يعني احنا ابتدينا عايزين نعمل فيلم، عشان نعمل الفيلم ما كناش نقدر نعمله جوه النظام السائد، فبقينا واحنا بنعمل الفيلم مضطرين نخلق نظام انتاجي بديل. نظام انتاجي بديل بمعنى انه يعني بره القواعد المتوارثة في نظام السينما السائد. مع الوقت لقينا ان في ناس كتير يعني عندها نفس الرغبة دي، ولما فتحنا زيرو برودكشن فوق لقينا انه في ناس كتير بتيجي على المكان لان هي حابه ان هي تعمل افلامها بطريقه مشابهه، لانه من يعني النظام الانتاجي بيأثر على نوع الفيلم وجودته، بيأثر على طريقه اتخاذ القرارات، بيأثر على حريه المخرج وحريه صناع الفيلم في ان هم ياخدوا قراراتهم بناء على اي اتجاه. لما بيكون في فلما زاد عدد الناس اللي موجود حسينا انه في حاجة إنه يكون في مكان يجمع الناس كلها مع بعضهم ويبني نوع من البنية الأساسية. يعني هي دي مشكلة أساسية في مصر، مش بس في السينما، في أي حاجة، إنه مفيش infrastructure، مفيش بنية تحتية.
وبالتالي فلا المعلومات متوفرة ولا الأماكن متوفرة، فأنت محتاجة أنك تبني بنية تحتية للمجتمع ده عشان يقدر يشتغل على أساس. يعني أنا شخصيا مش ضد وجود السينما السيدة، ومش ضد أن السينما السيدة تسود، أنا ضد أن السينما السيدة تلغيني، فهي أن هي ما تدينيش ولا هامش من المساحة عشان أشتغل. فهي دي كانت المشكلة، المشكلة أنه السينما السيدة موجودة طول الوقت بتفعص، بمعنى أنها يعني بتلغي أي محاولة للخروج عنها، لكن في نفس الوقت هو في الحقيقة محاولة صناعة فيلم بره النظام الإنتاجي السائد دي يعني موجودة في مصر من زمان جدا. اللي حصل في مصر أنا رأيي من بداية الألفينات إنه مع أولا مع ظهور الديجيتال ومع الرخص النسبي لأدوات الإنتاج وقدرة أي واحد على إن هو يصنع الصورة، ومع تطور آليات المونتاج ومبقناش محتاجين الفريق العمل الفظيع اللي كان موجود وبالتالي البادجت الكبيره جدا عشان نعمل فيلم، ده ادى فرصه لناس كتير ان هي تعبر عن نفسها بطريقه مختلفه، زائد انه الفرص جوه السينما السايده بقت مع الوقت بتقل، يعني التنوع جوه السينما السايده مع الوقت ابتدى يقل، وبقت السينما السايده مش عايزه تعمل غير نوع واحد من الافلام هو بلوك باسترز بالمعنى المصري، يعني افلام بيتحط فيها ميزانيات كبيره وبترجع فلوس كتير قوي. فبالتالي اي حد عايز يشتغل بره المنظومه دي مش قادر، فالتنوع حتى جوه المنظومه دي ابتدى يقل، فبقى في نوع واحد بس اللي موجود. فمع رغبه الناس ان هي تعمل افلام ومع ظهور بدايل بكاميرات ارخص ومع كمان انه بقى في ظرف سياسي ضاغط وخانق ولا اخره، والناس عايزه تعبر عن نفسها باي طريقه، ومع ظهور حتى اليوتيوب وظهور الاليات التقنيه اللي بتسمح لي ان انا اعرض فيلمي، لانه انا في الاول كنت بعمل الفيلم في الاخر هتفرج عليه فين او هشوفه فين، بس لما بقى في ان انا اقدر اتفرج على الفيلم اونلاين وبقدر ان انا حتى اتلقى رد فعل فوري من الجمهور عن طريق اليوتيوب وكده، العوامل دي كلها غيرت شكل السينما. يعني انا رايي ان احنا في العشر سنين اللي فاتوا وما زلنا لغه السينما نفسها بتتغير نتيجه تغيير الوسيط.